President General Salva Kiir Mayardit has told the nation that the recent agreements signed with Sudan will open friendly relations between the two nations. Our reporter Jawahir Pony reports. Cooperation agreement between the Republic of South Sudan and Sudan, which we signed together with President Bashir. The cooperation agreement contains principles of cooperation, which stress the establishment of two viable states cooperating across a range of areas of common interest. هكذا أشاد رئيس الجمهورية سلفا كير مايارديت أمام البرلمانيين باتفاقية التعاون المشترك التي وقعت في نهاية شهر سبتمبر المنصرم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بين جنوب السودان والسودان، بأنها ستسهم في الاستقرار الأمني وتعمل على الدعم اقتصاد الدولتين التي تمر بمرحلة حرجة، ولا سيما أن هذه الاتفاقية جاءت بعد التفاوض وبعد أن شهدت الدولتان جملة من التحديات بسبب التوترات في العلاقات السياسية كادت أن تجرهما إلى حرب شاملة. على الرغم من أن الاتفاقية وجدت قبولا وترحيبا من قبل المواطنين في جنوب السودان، إلا أنها أحدثت جدلا واسعا لدى بعض الفئات والنخب في جنوب السودان في بعض بنودها، خاصة تلك المتعلقة بالترتيبات الأمنية والخاص بمنطقة الميل 14 في شمال بحر الغزال، والتي أرجع رئيس الوفد المفاوض لجنوب السودان السبب في ذلك إلى سوء فهم البند الخاص بتلك المنطقة. الاتفاقية وجدت تأييد كبير من كل المواطنين والاتفاقيات دي الثمانية. لو انت لاحظت من الاتفاقيات الثمانية الناس متفقين على الاتفاقية الأمنية، لأن الناس عايزين سلام بين السودان وجنوب السودان في حماية كبير. فقط في موضوع واحد ورده قضية موضوع نتيجة لخلط، اللي هو موضوع بتاع الترتيبات الأمنية الإضافية في منطقة الميل 14. كل الاتفاق وده بند واحد بس، بند ثلاثة، كل باقي الاتفاقية الأمنية كل الناس متفقين عليهم، وده ذاته محدود في منطقة واحد نتيجة لسوء فهم. وتم شرح الاتفاقية اليوم، وكان في وجود لقيادة بتاعة شمال بحر الغزال موجودين في الاجتماع، وهم متفقين بالاتفاقية إنه هم هيمشوا يزيلوا السوء فهم الحصل. أما البند المتعلق بالحريات الأربع فهي لا تختلف كثيرا عن بند الترتيبات الأمنية، فهي تمثل مصدر قلق كبير لدى البعض، إلا أن فقان أموم أوضح بأن جنوب السودان المستفيد الأكبر من ذلك. بكل تأكيد المواطنين، مواطني جنوب السودان هم المستفيدين، لأنه بتطبيق هذه الاتفاقية الآن مواطني جنوب السودان سيجدوا حماية لإقامتهم في السودان بطريقة محمية بالقانون. مواطني جنوب السودان سيكونون في حالة أفضل لحماية ممتلكاتهم، ويوجد ممتلكات لمواطنين من جنوب السودان أكثر من ممتلكات مواطني السودانيين في جنوب السودان. إذن اتفاق التعاون المشترك بين دولتي جنوب السودان والسودان سيشرع الدولتان إلى تنفيذها حال الفراغ من إجازتها من قبل الأجهزة التشريعية في الدولتين، والتي ستفتح آفاق من العلاقات الدبلوماسية والشعبية من أجل مصلحة البلدين، والتي تلعب الاقتصاد والأمن المحور الأساسي فيها، خاصة وأن العلاقات بين الدول تقوم على المصالح المشتركة والتعاون المتبادل. جوانا فوني، تلفزيون جنوب السودان، جوبا.